بدأ العمل وبدأ التيار الكهربائي يعود في صورة أفضل بفضل تكاتف الجهود من قبل المواطنين الذين كانوا سندا قويا وداعما للمؤسسة العامة للكهرباء. تقلصت عدد ساعات الانطفاء، كانت تصل إلى أكثر من 12 ساعة يوميا بعد صيانة للمولدات وإعادة تشغيلها، وصلت إلى أقل من 6 ساعات فقط. بدأت الشركة تشغيل المولدات تقريبا بقدر 8.4 ميجا واط في تمام الساعة 10 مساء، والآن الشركة مستمرة. هذه الصيانة للمولدات الكهربائية جاءت في وقتها، فالأجواء في أبين حارة جدا خصوصا في فصل الصيف، ورغم كل هذه الجهود التي تبذل يبقى المواطن في حالة تخوف مستمرة من احتمالية حدوث أي طارئ تخرج فيه الكهرباء عن الخدمة، ويعود مسلسل المعاناة مع الكهرباء. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبين.